بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال مروين الدنيا دا ميل والبو اكا جوكتان كسو دوادة ورباهين تا اس ام سي حاليستا مدحوين اسماعيل عمر قيل يا مدحوين حسن شيخ محمود وضدك ان كبرا ركسنين لكن يعني ضدك قاركي اي اوجيهين ايانو دونينا انان ماشان إذن كوكو شرحنو دقيقة ده هو ده آنو كو صاحب كرناي لغا استياشا إيه داودياشا قيمها إيه قرادة وين لهاو ميلو البود الدنيا ده كجوكتان وحان إذن لان نهاي كو سو دوادة مركالي استوريها ورباهين تساوث الميريا كو أبرايشن ومرو الباد كاشان ورك حقيقوين كاه سياسة ده إسديدن إيه كو إس أقل إيه سارة سبين إيه جيس كأفريكا وراليال ميلو البود جوكتان حاليستا كوحدة دمو جديد ومدحوين اوياي حسن شيخ محمود هجاميين اوياي مدحوين اسماعيل عمر قيلي حاليستا سي وحد مودا ان اي ددكا صومالي دا هدي حد ايسان اسكا جارين اي كدبا ديران دونت يعني صومالي دا مايق اي محاق ميلو البو اي جوغان حاليستا سي وحاليس اد افق marka waa maxay halistaasi afrika waxa ka jiray wadamo siday shirkada ula wareegayeen shirkada ula wadee ula wareegayeen shirkada ula wareegayeen markay ugu dambeysay hatta lacagtooda qiimo beeshay maqaayada marka galeysid aad ku qasbantahay qadada kaliya inaad jawaan معني اكو سو قادتيد لعقتي اد كو قادين لهيد وهي كدحداي زيمبابوي وهي كدحداي ودما كلو او ماركيس افريكان اه او سعر بركا سين عبدو وا شي سقيركي عروبيستاي اما عروبي سببتنا waxaa weey markii dhaqaalihii dalka oo dhan shakhsiyaad kooban ay gacanta ku dhigeen marka hadaba Soomaaliya wadadaas ay ku socotaa Djibouti-na hadda ayay ku bilaabatay hore waxaad u ogeydeen in madaxweynaha Soomaaliya caruurtiisi midii uu kaluunka u xiray midii uu protokoolka staffkiisa ka dhigay midba meel uu u dhiibay gabadhiisi wasaaradda arrimaha dibadda gabadhiisi kale meel kale Soomaahan اوكي جبوتي با لغا كاني كوبيغا جبوتي نا وحي اهيد ان اسماعيل عمر قيلة قبليسة وميلة او دي دي بي سوماليان وكيلك او قرديغا قبليسة صادق جون او سي تاسي وان اسلو او سوما هادبا حسين محمد فارح اي ديب ايان دوويد ورئيسيو سلسلة دا او دي باي ومد سوماليات نوالن بيكو تلبامين لكن حسين وحبو قرحي dadku waxba u sheegay Soomaalida laakiin qofka xaqiiqada ka waramay ama waxay dhahayaan waalayahay ama caadifada haysa sidaasay dhahayaan Hussein Caydiid ma waalnayn laakiin markaysa xaqiiqooyin ayuu qirxinay isagoo meel walba ku dhufanaya sidii nin waalan u hadlaya waa uu sheegay Hussein Caydiid hadaba waxaan ku soo noqonaynaa Muqdisho dadkii ganacsatada ahaa Soomaaliya joogay ama ganacsi yar ku jiraano ama ganacsi weyn ku jiraano qoliyahan qowleysatada ah waxay go'aan ku gaareen in ay suuqa ka saaraan wajiyada suuqa looga saarayo hadda qof walba ay taabanay hadda ugu adigaas hadda Yurub jooga hadii aad damacdid inaan markaysay ganacsi ay yeelatid dalkaagi way ku taaban doonta معني وح سهلة ماهن اسكجر هفوضو داي سنين وحي صوب الله بين مركة اقوار رئيسة اينا يدهان لماان جانع ستادو واينا اس ديوان قليان وجيد دالاق لها ان لقوغادو هورتا ماركة اسا جانع ستاد دل كجرته قف والبو اس ديوان قليان اينا قبيل كي سوا ان لقوغيح كنترول واي ميد اللبات عشورتو وحي لايري بقول كيبا بقول با لقا ديجي
الدنيا ما جرت ودن عشور كيف عشور تيبا بقول بقول لك هذا صوما اوكي حدنا السوق يدي قبي ده لقوا باللعبي صوما إذا أركن جنا عسق قار مينوين إن لقوا حلو ما يراه قار إن لقوا سوقي حمر وينه وقدم به ماشي يجو معني أي ربان إن أي سوق كساران ولا قبي وين الدعضي هذا بقى بنك اللي يرادو سلام بنك او اسكلي هاي اسماعيل عمر جيلي اسلامر كاسنا شقالة اوكي هاي احمد نور جمعالي او قلفوفا ايا كويا لما قال هذا مقدشة يا جيبوتي بنك قاسي وحوكو حرية هاي شركة هرمو وركا عن شيغا يوا ور علوس وانا لسكو ديلي كراه لكن اللي دلي ايا دنتا وانو شيغينا هرمودنا فري صوماليا ايا كو شقيساتا واتي لبادي كون يكودي وقت كو باغن ارقا جحيسا لغو شابدهي بركات بالا ديجري لعاقي دادك ماشا سكايا اللي واتي اي حانبمين وعي كو باغن ايد مركي لويراري افغانستان سيدا ان رجيني سيكستو ايها تبا لعاقتا جان عساتادو ماشا أيي وكيل أهان أوليكتان for example أدو قهد صوماليا جوكتا عشر كو أدقيا صوماليا مركا جوكتا وعربتا إن كمباني كويا لشيني أد ألابكا دلبتي تصال أهان تومبوينكا لولكا لقليو بيها تومبوينكا سي شركات كتا لشينها مركا أكد دلبتي وأد قيمة كوه شيسان for example تصالوا واي برسين بيو داتاليانيه وحاد كوه شيسين هالكي كونتينر كوتا كونو دولار كوه شيسين ومعني تصالا نسكالي هالكي كونتينر كوتا كونو دولار ان لغوه كينا تومبوينك ومعني بيها لولك لقليو شركة داسي اما كمباني غاسي كويا الله تشاينا أدو أنت ديارة راعدت كمسو إيبسنة يسيد موقتها أدونك معاني الدلبات الله استعمالها أوكي أدو أمرك الجوغة دلكي صوماليا مقدشو ألعاب تاسي الشينا هتا الله إنا إيبستيت ويكو تماده مركا اسكدبنا أدسي إيبسي دارتا أو دلكا أجي آد معانيه كسي إيبسي صومان سايز تاس كسو روبيسا وحي كسو روبي كرتا إن لهلو بنجي دحه او ايدين دحيناي بنجي عالمي شركه او معني علابته سو ديريسا يا اديغا ايدين دحين كرا بنجي غنا واكي سلامه بنك بنجي و هو ليهي كوتو كونو دولار نينكان وا كاغا هينا شركه يهي شينا كو تعالى كونتينر كاسو ايدين كدلبداي تومبوينكا كونتينر كمركا سوغار سيسان مقدشو وغانتا وكودigo غانتا نيغا وكودigo لاكتيننا ديار واي الان بنكي ساسو شقايا اوكي الله رمركا كونتينر كي والوغو كان ماشي كتا كونو دولار اتصوصي ستي وحاوي لباتن ايشان كونو دولار اسارت سلامركي تفاريق هدانا شان كونتينر دلبانيسا اسلا سيدي ماشا مركا لا اسكا سو غلاي هدا وا بانغيغي مركا بانغيغي ياله جيلي مخاي مركا دمو جديد يا جيلا سمينايان وخاي سمينايان سي ددكا او دن غنعستدا لولا وريغو سوقنا لوغا سارو سومالي وخي واح كاستو لا كينايا إن ماركيس يجو كلية أي كانان سي أي معني أي سيداس أسميان أو جنع ستادة كالور نسوق اللوغة سارو نوعو البويهين كلية إيه جروب كودا يسكو سوهارا أديقة دلب كماركا ديبتاي كونتينر كاس شركة داس أسوا عرقتاي ياه وماركيس أهي شيسين دمانة دلعقتا بنكي جيلة عدقتي سلامة بنك ماشا صلقا قشاية شركة دي مركة
already شركتي يجا قف يجا كمدة قولي ستدا أيها للي هي جنا عصدا إسكندي السجى أيها شركتي حرير لسه ما ينعي مرك حولي هي كونتينر كان إمسا أيها كسي سي هبل إنتاسي إلى ما شيء كار كان كمبيوتر كتكون أنا أقول لحدا كنا دولار أدون كوا إنترست صومان لحدا كنا دولار ما أقولش أها أوكي أنا إذا كلية يجي يبي مرك هذا أردت إن سجل كيبس أوكي شركة دي مركة هذا هلاي لكن مركي أد بنجي إسماعيل عمر قيلي لعقت أردك تي وضمان دهان سي شركة دا يكوغو سوى ديرتا كنتينر كي تنبوينكا مركا يكوتي ما دي ألابتا دي أما كنتينر كي يكوي ما دي مركا بحضي سوقي آد ألابتا دي جيستي أيا لغو قشي قداشا بنجي غاكو قشاي نين كمي دا مركا قولي ستدي أيا لغا ديگا يا جان عصدي إساقيا شركة دي لحري راي أما شينايسكي حولي مركا لحدا نكون أنا كاسيناي كونتينر طبعا كونتينر إيه صدر كونتينر دي اللو كيني توم بدي أديغا كونتينر كلاباتن إشان كون الدولار أكي ليسي يا إساق الشان إيه طبعا كون الدولار أيو ربا بس تصالي حبت دي ماشا كاسيناي طبعا دولار إساق وحسينا إيشان دولار dadku iyay wax ka gadanayaan marka ma tobankay gadanayaan isku mid waay mise shanta shantay gadanayaan okay adigii suuqa ma ka baxday mise kama bixin la faagaxta ma helaysid waaba khasaartayba ma dalab kale doonataa suuq iyaga qabsaday already fiiladii way heleen horta macnaheedu dadka ganacsatada Soomaaliyeed qaabkaasi ayaa suuqa looga saaraya waana nidaam guuraya oo dawli ah oo maarkaysay haddana ganacsi ah oo isku ka kaban oo qowleysata ah waana nidaamka ugu dhibka badan oo dal lagu la wareego ganacsigiisi dadka marka meesha laga jirmaba yaqaanaan bulkeetiga han noqdo yaambada han noqoto badeelka han noqdo baastada han noqoto caanaha han noqoto oo hadda cambiyo u dambeeyay iyo madax ari oo naloo keenay dibadda laga keenay ma aragtaa waxaan waa wax silsilad isku xiran abuurkana waa lagu keenaa marka ugu dambeysana waxna ma dhoofsin waxna ma adii Soomaali hadda tahay waxna ma dhoofin kartidba waxna ma soo dhoofin kartid dalkii waxna ma keeni kartid waxna kama saari kartid hadda keentid khasaaraad ku sugan tahay because dawlad dhan oo koox ah oo qowleysata haysata hadday bariiska tahay iyaga keenaya hadday baastada tahay iyaga keenaya hadduu burka yahay iyaga keenaya haddii ma arkaysay caanaha iyaga keenaya saliidda hadday tahay iyaga keenaya shidaalka duu yahay iyaga keenaya baabuurta hadday tahay iyaga keenaya hadday tahay ma arkaysay hubka duu yahay iyaga keenaya haddii ay macnaheed wax walba okay haddii wax la dhoofinayna iyaga dhoofinay adu suuq uu ka xiray ashuurti customki xagee wax marinaysa okay dhaqdhaqaaqa kuwa leh haddaba suuqyadooda la sii gubayaa arrinkaasi Soomaaliya waa uu ka bilowday hadda Jabuutina hadda ayuu ka bilaabanayaa waana qorshaha xabadda kana ka daran dadku macnihii sahal bay u maleeyeen hadda dadka qurbaad jooga qof walba wuxuu leeyahay shilimaad urursa dalkii markayse wax ka qabso xogo boosa samayso markayse macnihii ka sii ganacso saasu qof walba macnihii adigu adduunka bani aadam wuxuu ku fikiraa Soomaan war dhismaad day tahay haddii musbaar ay tahay wax walba iyaga la wareegay dejin iyo dhoofin labadaba dalka wixii ka baxayna iyaga wixii soo galaana iyaga dalkii oo dhan wuxuu noqonayaa shirkad oo iska leeyihiin dad kooban oo geel madax u yahay horta Soomaalida ganacsatadana iyo qof walba hami ka lahaa dalka Soomaaliya inuu ganacsi galo ama wax uu ka qabsado hadhow heer waxaa la gaarayaa booskaagii guri uma dhisan kartid adoo baadiyo jooga xataa
بكاس شركه ذا بجوكتي ومن تن الى عرب اسكو حيران مركا ان شاء الله تعالى هليست حسن شيخ محمود يا اسماعيل عمر قيلي صوماليا اي كو هيان كان عصتاد هالكاس ان كوسو كوبي دونا دردارن كان وحاوي الليبان الدنيا اقربا موقال كان موقال كحيكا كور بلانتين وحاوي فردوسه